هل عذب الملك هنري الثامن زوجته آن بولين قبل إعدامها؟ هذا هو السؤال الذي سنجيب عنه في هذا الفيديو من قناتنا منارت الثقافة. لا تنسى عزيزي المشاهد قبل ذلك الإعجاب بالفيديو ونشره والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشتركا فيها بعد. بعد أن عجزت آن بولين على إنجاب وريث ذكر للعرش، سقطت من عين الملك هنري ووجه لها عدة اتهامات مبتكرة ومعقدة، بما في ذلك الزنا وسفاح القربة والسحر والتآمر ضد الملك. أدينت هذه الزوجة الثانية وحكم عليها بالإعدام. وحتى يظهر الملك هنري بمظهر الرجل الرحيم، أمر باستخدام جلاد قاتل محترف من فرنسا حتى يقوم بإعدام زوجته الثانية آن بولين، وربما احترافيته ستجعل الموت أقل ألما بالنسبة لزوجته. رحيم للغاية، أليس كذلك؟ هذا أولا. أما ثانيا، فبعد أن سجنت آن بولين في برج لندن، قيل بأنها كانت تراقب من غرفتها عملية قطع رأس شقيقها في تاور هيل. هذا ثانيا. أما ثالثا، فلقد تم تأجيل إعدامها مرتين، يتم إعلامها بأنها ستعدم ثم يتم تأجيل ذلك، ولقد كان هذا الأمر فظيعا بالنسبة لها، حيث أنها قالت لحارسها: أنا لم أمت قبل الظهر وأنا آسفة جدا لذلك، لأنني اعتقدت أنني قد مت وتجاوزت ألمي. وهذا التأجيل كان بمثابة تعذيب نفسي للملكة آن بولين، كما أنه في الأسابيع التي سبقت إعدامها رفض الملك هنري مقابلتها بتاتا. وفي غضون 24 ساعة من وفاتها، خطب الملك زوجته الثالثة جين سيمور، لتطوى بذلك صفحة الملكة آن بولين نهائيا. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ أراشيد، إلى اللقاء.